من جديد معاكم داخل متحف ملو، ولسه مستمرين بنتعرف على تاريخ المنيا وتاريخ الحضارة في مصر في العهد اليوناني. هو احنا موجودين هنعرف كل التفاصيل عن القطع اللي موجودة دي وايه حكايتها وايه روايتها. ده من الاساليين اللي موجودين داخل متحف ملوي. اتعرف بحضرتك. اهلا بيكم، انا محمد علي امين متحف ملوي ومشرف قسم البحث العلمي في متحف ملوي. اهلا بحضراتكم، معكم محمد حسن محمد مشرف القسم التعليمي متحف ملوي. اتفضل. يعني احنا قدام فاترينا جميله جدا وقطع اثريه مميزه جدا بتحكي قصه اليونان والرومان والحضاره بتاعتهم كان شكلها ازاي. لو اخدنا بالنا هنلاقي اواني كبيره هنا متكرره، ادي اناء اثنين ثلاثه الثلاث اواني الكبار دول. اليونان والرومان لما جم مصر طبعا ما كانش عندهم معرفه بالحضاره المصريه القديمه، كل واحد جاي مصر بفكر وبحضاره ثقافيه مختلفه. الحضاره بتاعت اليونان والرومان لما كان حد يموت عندهم زمان ما كانش يحنطه، كان بيجيب الميت يحرق الميت يولع فيه النار يحرقه لحد ما الميت ده يبقى رماد، ياخد رماد الميت ده ويحطه في الاواني اللي قدام حضراتكم. يعني ده كانت الحاجات اللي بيحفظوا فيها رماد الميت. بالظبط، يعني تعتبر المقابر بتاعتهم اللي بيحطوا فيها جسم الميت. ده يعتبر مقبره. مقبره بتاعت الميت. طبعا خلي بالكم ان احنا القطع الاثريه اللي موجوده عندنا في الفاترينا دي طبعا خاليه من رماد الميت، لكن في المخازن بتاعتنا موجوده او في مخزن هنا الجبل بالتحديد موجوده الاواني دي وموجود جواها رماد المتوفى. لما بعد كده بعد فتره كبيره ابتدى لما دخلوا فعلا الرومان عندنا هنا مصر وبداوا يتعلموا من المصريين، وطبعاً احنا كمصريين اي حد داخل علينا البلد بيحاول يتعلم مننا، بيحاول احنا اللي بنطغى عليه بحضارات جميله خالص. فعلشان كده عملوا حاجه اسمها المسقطه والاقنعه. المسقطه والاقنعه دي عملوها ليه بقى؟ عشان يحطوها على جسم الميت، فبعد بدل ما كانوا بيوقعوا جسم الانسان ويحطوا الرماد بتاعه في الاواني الكبيره دي، بدا بقى يحمر جسم الانسان، فتعلم التخليط مننا كمصريين، وتعلم سر التخليط فبدا يحمر جسم الانسان. ولو حضراتكم رحتوا دون الجبل هتلاقوا في مقبره كامله خالص دي لدوره المراه المحنطه في العصر الروماني. يعني احنا نقول دلوقتي احنا عندنا مرحلتين. مرحلة دخول اليونان لما وكانت طرق الدفن بتاعتهم في الاواني الفخاريه القديمه دي الكبيره دي اللي احنا شايفينها، صح كده؟ بيحفظوا فيها الرماد بعد حرق الميت. بعد كده بدا التطور من خلال تعلمهم من المصريين فن التحنيط، فبداوا يعملوا المسكات على وش المومية نفسها اسم المومية عشان الروح وهي راجعه تتعرف على صاحب المومية نفسها. واحنا كمان بدانا نتعلم منهم طريقه رسمه العين، طريقه تصفيف الشعر، طريقه الملامح اللي انا كنت شكلها ازاي، دي كلها بدانا نعرفها شويه من المسقط اللي موجوده على المومياوات بتاعتها. طبعا فتره ثانيه ابتدت الحياه اليوميه تختلط مع بعضيها، ابتدى هو اليونان والروماني يطلعوا حاجات كتيره من عندهم من حضارتهم زي لعب الاطفال. لو خدتوا بالكم هتلاقوا هنا في عروسه صغيره مسنوده على عمود، يعني احنا بنقول دايما عليها للاطفال شبه الباربي، طبعا هي مش شبهها خالص لكن هي دي لعبه اطفال كانوا بيلعبوا بيها. لو خدت بالك كان هتلاقي في حد راكب حصان ورا خالص، راكب حصان ده هتلاقوا برضه في اثناء المولد النبوي الشريف هتلاقوا دايما حلاوه المولد، هتلاقوا في حد كده برضه راكب حصان كانوا متاثرين بيهم حتى الان، هتلاقوا برضه اثنين حاطين دول في بقهم، هتلاقوا واحد شكله مجعد والشعر بتاعه مجعد وشكله غريب شويه برضه كلها لعب اطفال. ده شكل النوبي او الخيل النوبي، هتلاقي شكل حركه الطيور والحيوانات، شكل الخنزير، شكل السيده، كلها اشكال والعاب مختلفه للاطفال اللي كانت موجوده في العصر الروماني. نقدر نقول ده كمان تاثير متوارث لغايه النهارده، تلاقي النهارده بعض الالعاب اللي بيلعبوها اطفالنا الصغيرين قريبه من اشكال الحيوانات، شكل البابلز وشكل الحاجات اللي هي بتعمل اصوات والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات تاثيرات منتشره من ايام اليونان والروماني او المصريين القدماء بقى التوارث فيها لغايه النهارده. طب نروح في الكوبايات بتاعتهم الاواني بتاعتهم دي جزء منها وحاجات موجوده من حضاره اليونان والرومان، هنلاقي الاواني بتاعتهم اللي استخدموها في الحياه اليوميه اثناء تواجدهم في العصور السلسه. نروح للباترينا الثانيه برضو، مش عاوزين نفوت حاجه واحنا معاكم، يعني احنا بنحاول نستفيد والناس بتستفيد معانا. وهنا الباترينا دي بتحكي عن ايه بقى؟ الحضاره المسيحيه. اهم طبعا رماز الحضاره المسيحيه هتلاقي الايقونات، الايقونه ممثل عليها السيده مريم العذراء والسيد المسيح عليه السلام، شكل الهيكل الكولوسيه على شكل السيد المسيح نظرا لكرسيته ومكانته الدينيه. بعد كده هنلاقي حاجه اسمها بط النعام، بط النعام دي موجوده دايما عند الهيكل في المسيحيه، بتعلى عند الهيكل بترمز بالطبقه للحضاره المسيحيه، هي عليه السيد المسيح وقت تعذيبه،
بعد كده بقى بنلاقي الحاجات اليوميه بتاعتهم كلها زي الاواني الفقريه، المناجد، المسرجه، اواني النبيذ، حمل المصابيح، نسيج القباطي، نسبه العصر القبطي للنوازاه خصيصا في الفتره دياتي بدا يدونوا عليه بعض الروايات زي رؤيه يوحنا اللاهوتي اللي هو شاف فيها السبع كنائس بيتجمعوا كلهم بسنه مره واحده، الهام دونه على المنسوبه اللي قدامك. تعالوا بقى افرجكم على حاجه جميله جدا، افرجكم على قطعتين من العصر الاسلامي، هنشوف قبر على ضريح من العصر الاسلامي او شاهد قبر من العصر الاسلامي اللي قدام حضراتكم ده ضريح بيقفل الميت طبعا تحت خالص ويبني فوق منه الكسوه اللي احنا شايفينها. عشان انت بكره بعده لما تروح تزور متحف او مكان اثري في ملامح معينه ممكن تشوفها تقدر من خلالها تحدد هو ده يرجع لاي عصر. هنشوف مثلا قدامكم على طول هتلاقي بعض النباتات اللي مرسومه زي زهره العنب والرمان قدامكم، رسوم للعنب متدلي وزهره الرمان، وده رمز للحضاره العثمانيه او الخليفه العثماني والاتراك، دايما الرسومات دي حاجه اساسيه في الفن بتاعهم. طبعا بيدفن الميت تحت خالص ويبني فوق منه الكسوه اللي احنا شايفينها، ويجي في الحته دي بالظبط بالتحديد بنحط هنا فوق منها عمودين اللي هم العمودين دول. ده شاهد من العصر العثماني. العصر العثماني. بيجيب العمودين دول ويحطهم فوق هنا. طيب لو المدفون هنا العمليه دي بقى وظيفتها حاجتين، يا اما بيتكتب عليها اسماء والقام المتوفي نفسه وبيتكتب عليها كرحمه ومغفره للميت حاجات دينيه او دعاء اللي هو كرحمه ومغفره للميت نفسه. لو بقى اسمه مش مكتوب على الاعمال دي بنحاول نعرف ان المدفون تحت الضريح دلوقتي او تحت شاهد القبر ده رجل او ست من خلال الاعمال دي. لو نهج العمود ده تاج في سيدات فنعرف ان المتوفيه هي كانت سيده، ونهج العمود ده الامامه العثمانيه والحاجات اللي بتساوي الرجاله فنعرف ان المتوفيه كان رجل. ده عشان واحنا معديين قدام المقبره او قدام المدفنه بندعي لصبغه ذكور او صبغه اناث من خلال الاعمده اللي قدامنا او الشاهد بتاع العمود نفسه. طبعا التأثيرات زي ما الاستاذ محمد اتكلم عنها والتأثيرات الزخارف الموجوده على الطريق اللي احنا شايفينه قدامنا ده كمان بيدينا لمدى الترابط المجاي ما بين الفن الاسلامي والفن القبطي. وبدانا ناخد الزخارف الموجوده للفن القبطي على التأثير الاسلامي، ولكن كان في مزيج وقتها ما بين الزخارف الاسلاميه والزخارف القبطيه ان احنا كلنا كنسيج واحد شاغلين بعض. والمدخل اللي طالع عندكم في اللايف ده مش حمام، ده قطعه اثريه جميله جدا، ده مش حمام بقى، ده فلتر للميه. ده مش اربعه ولا اثنين ولا ثلاثه، دول انا هبيعهم النهارده ركزوا معايا بقى. ثلاث مراحل كامله لفلتره الميه، وده من العصر الايوبي. العصر الايوبي لما كانوا يعوزوا يفلتروا الميه وينضفوا الميه كان بيجي على الاناء دوت، ده اسم الاسم العلمي بتاعه اسمها كنشن، بيجي هنا بيحط زير من الفخار ويملى الزير ميه. واجدادنا دايما يقولوا لنا ان الميه اللي بتمشي على النقط من الزير انضف من اللي جوه الزير. طب ليه؟ لان الميه بتعدي في المسام بتاعت الفخار فبتاخد درجه فلتره كمان. تلاقي اجدادنا زمان يحطوا عده تحت الزير، ليه بيحط عده تحت الزير؟ بيستنى الميه لما تتفلتر وتنزل من الزير فيشرب منها. دي نفس الفكره هنا، بيحط زير في الفخار ويملى الزير ميه، الميه تمشي في المسام بتاعت الزير تنزل لتحت وتعدي من فتحه صغيره هنا ويبدا يجيب كوبايه ويشرب من قدام. ده لو في حاله الزير اللي هنا من الفخار، اما في تطور العصور اللي بعد كده في المملوكيه والعثمانيه بعد كده بدا يعملوا الزير اللي هنا من الرخام عشان يحافظ على سجعه الميه تبقى ميه ساقعه ورطبه في جو الحر. فلما حط الزير هنا من الرخام بنلغي بقى فكره الفلتر ده خالص، لان وقتها يا باشا الفلتر للميه هي بس حامله للميه. طب وانا بشرب ميه من فوق الميه بترجع عندي في الكوبايه، بدل ما برميها في الارض برميها في الحته اللي قدام دي، يعني كده مش معموله وخلاص، لا معموله عشان ارمي شويه الميه بترجع عندي في الكوبايه. هل عشان الناس تشرب منها تاني ولا عشان اي حد يعرف يشرب منها؟ لا، دي معموله خصيصا عشان الطيور اللي معديه والحيوانات اللي معديه مش لاقيه مجرى الماء تنزل تشرب منها ميه، فانا كده ما اتجرتش في الميه كمان عملتها عشان الطيور والحيوانات والدواب اللي معديه تستفاد منها. احنا بنتمنى الناس كلها اللي شايفانا واللي بتسمع الفيديو اللايف دوت يجوا يزوروا متحف ملوي، هيستمتعوا جدا بالحضاره المصريه القديمه. كان معاكم محمد علي ومحمد حسن، شكرا لكم. شرفتونا.